العملية جاءت بناء على معلومات أمنية وردت إلى المصلحة تفيد أن أحد المشتبه فيهم يتخذ من أحد المساكن الهشة المهجورة مخبأ لمروجي المخدرات والمؤثرات العقلية بقطاع الاختصاص مقابل مبالغ مالية يتلقاها من قبلهم، حيث ضبطت كمية من المؤثرات العقلية قدرت ب 1982 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين تركيز 300 ميليغرام. عن تهمة الحيازة والمتاجرة في المؤثرات العقلية، أنجز ضد سالف الذكر البالغ من العمر 23 سنة والمقيم بمدينة مستغانم ملف إجراء قضائي سيحال بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم.